بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخواتي كل عام وانتم بخير. أكيد الكل هالقيته مقبل على أكل القطايف وزحمة في المحلات، وكل واحد بيحب قطايف معين ومحدد. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض القطايف بالتفصيل، طريقة سهلة واحترافية بس التزمي بالخطوات بالضبط. نشوف مع بعض. تحتاج لكستين طحين ونص كاسة اسميد ومعلقة سكر، معلقتين حليب، نص معلقة بيكنج بودر وربع معلقة كربونا ومعلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة فانيلا ولون الزعفران اختياري، مسحة صغيرة أصفر وثلاث كاسات مي دافية للعجين. رح نخلط المواد الجافة الأول، الكربونا، البيكنج، الملح، السكر، الحليب. أنا الحليب أنا ضفته لأنه في التصوير الأول ما كانش مبين، والخميرة والفانيلا، ورح نحركهم كويس، والكربونة ربع المعلقة. شفت قديش الكربونة قليل جدا، والبيكنج بودر تقريبا نص المعلقة بيكنج بودر ومعلقة فانيلا، واللون الأصفر بس اختياري، يعني اللون الأصفر مش ضروري، شوي أنا هيني حطيت طرف المعلقة. رح أحركهم وأدير المية بالتدريج وأحركهم بالمضرب منيح لغاية ما يصير القوام عندي زي اللين هيك. مش حيكون، حنحط تقريبا 3 كاسات كاملين من نفس، انا كيلتهم في الكاسة الكبيرة هذه بيطلعوا من نفس الكاسات الصغار اللي قست فيهم الطحين والسميد. جربي الاول في كاسات مقاس صغير عندك، ضروري المعايير تكون متساوية وبالضبط مثل ما احنا حكينا. ححطهم في الهاند بلندر هاي اليدوية علشان القوام كله يكون مخلوط وما فيش عندي اي كتل. كتير رح تنبسطوا على هذه الطريقة ورح تعتمدوها، بس اتبعوا المقادير بالمظبوط. حط الهاند بلندر واخفق هويتين هيك، رح احط معلقة واعمل خط في اصبعي. اذا الخط ما التقيوش اللون الابيض المزيج الابيض معناته الخليط ممتاز. هغطيه ربع ساعة واروح اعمل القطر. في الفترة هذه هحط 2 سكر وكوباية ونص مية في طنجرة عشان نعمل القطر، وراح احط عودين قرفة صغار، وحكون مجهزة عصير نص ليمونة وطرف المعلقة شابة مطحونة، بس مش هلأ هنحطهم، حسيبهم تقريبا يتعقدوا شوية هيك 10 دقايق ربع ساعة. هحط كمان لون أصفر في طرف السكينة عشان يعطيني اللون اللي مثل العسل، حلو لما نتعمل الكنافة حيكون لونه كتير حلو. هان بعد مرور ربع ساعة من التعقيد ما بحركه، حطيت عصير الليمون وحطيت الشبة، شفتوا الشبة قديش في طرف المعلقة، واسيبهم كمان 10 دقايق على نار واطية، وبعدين اطفي واسكب في علبة زجاجية لها غطاء او مرطبان زجاجي. هيك بيكون خمرة اللي هي العجينة القطايف. راح اجيب طوى غير لاصق واحطه على النار واصير اسكب بفنجان صغير عشان يطلع الحبات قد بعض، وفي النص ادير. النار حتكون متوسطة لا حامية ولا واطية. اول ما تبدأ تطلع فقاقيع هيك راح تصير من الجوانب تستوي ومن النص تبدأ بالتدريج تستوي معايا. هيك طريقة القطايف المظبوطة. ما بنكتر سكر عشان ما تحمرش، السكر بيخليها تحمر وانا محتاجة يكون لونها اشقر مثل كده عشان لما اقليها يكون لونها ذهبي، ما يكون لونها احمر هيك او بني. حرفعها احطهم في بشكيرة او شاشة، شايفين اللون من ورا كيف، هذا اللون اللي انا بدي اياه، واغطيها في بشكيرة او في شاشة نظيفة، يعني تحتها شاشة وفوقها شاشة. نعمل كمان واحدة ونورجيكو كيف. حبيت اعمل اكم حبة هيك كبار، تذكرت القدس وقطايف القدس في باب العمود كانوا زمان يعملوهم كبار، عملت اكم من واحدة هيك كبار. هلأ العصافير، عشان العصافير حنحط تقريبا معلقة معلقة عشان قطع العصافير، وراح ارفعهم حط العصافير على جنب. ندير بالنا ما نحطهمش فوق بعض لانه بياخد اللون اذا حطيناهم فوق بعض او بيلزقوا، شوية يكونوا بعاد. انا هنا بعد ما بردوا حطيتهم هيك بشكل جوانب، يعني شايفين ما احلاهم، كتير حلو وكتير رائعة واحلى وانظف من الجاهز. وكمان عشان كورونا ما بنقدر ننزل كل فترة هيك ونجيب ونصف طابور وزحمة،
أأمن إليك ومش هيكلفك. هلأ الحشوات، الحشوة عندي جبنة نابلسية منقوعة بالمية أو عكاوي أو أي نوع جبنة أنت بتحبيه، عجوة مخلوطة بالمكسرات عين جمال حلبي لوز وشوية قرفة. خلطة المكسرات هذه لحال بدون عجوة، عين جمال حلبي لوز زبيب قرفة جوز هند ومعلقة سكر ومعلقة عسل ومعلقة سمنة حيواني. الجبنة بعصرها منيح بعد ما تنتقع 3 ساعات بالمية وأغير ميتها. إذا جايبها محلية أحسن وأحسن، في جبنة محلية في السوق. هبدأ أحشي هنا اللي بالعجوة، ما أكترش الحشوة علشان إيش أعرف أسكرها وأعص منيح لما أسكر من الجهتين مرتين. رح هلأ أبدأ أحشي اللي بالجبنة. اللي بالجبنة لازم تكون، أنا قلت لكم معصورة منيح، أنا حطيت رشة مستكة، وديروا بالكم ما يجيش على الجوانب عشان تلزق معاك كويس، وبتعصي منيح منيح. ولازم نعلم الجبنة من بالمكسرات علشان تعرفي وقت الاختيار وهو بارد، تعرفي لأنه كل واحد بأذواق مختلفة في البيت. فأنا هان في طريقة علمت فيها اللي بالمكسرات عن اللي بالجبنة، هلقيت رح أورجيكو إياها. وإحنا بنشتغل، إذا عجبكم الفيديو ياريت تدوسوا لايك وتفعلوا جرس الاشتراك. هلأ رح أحشي اللي بالمكسرات. هداك بالأول حشيته بالعجوة مع المكسرات، هذا بالمكسرات. رح أجيب مقص وأقص شوية من الطرف علشان أعلم اللي بالمكسرات عن اللي بالجبنة. رح أرتبهم اللي عالجبنة على جنب والمكسرات والعجوة على جنب. وهلأ رح أحشي العصافير. العصافير هان عندي قشطة وعندي شوكولاتة وعندي فستق حلبي مبشور وعندي زهر أو ورود مجففة وعندي حلبة رغيت الستات أو السكاكر الملونة. بسكرها نص تسكيرة من الجنب وبصير أحط شوية قشطة وأغطسها بالحلبة. وساعة التقديم بنحط عسل نحل أو قطر اللي بتحبي، ممكن تحطي كراميل أو توفي، ممكن البستاشيو أو اللوتس، بتكون طيبة كتير. هاي حطينا هان نوتيلا وحطينا قشطة وزينتهم بزهر الورود المجففة والفستق الحلبة. وعشان الأطفال حطيت شوية على النوتيلا سكاكر ملونة حسب الرغبة طبعا. هلأ رح نيجي للقلي. طبعا الزيت بيكون حامي، ببدأ أحط تقريبا 3 أو 4 قطع على حسب حجم الطوى عندي، وبعد هيك بس يبدأ يحمر بصير أقلبه. هنا راح تبين ميزة العجينة اللي عملتها انه لونها اشقر حلو، ما بتسودش ما بتغمقش كتير في القلي، لانه في عجائن تلاقيها بتغمق. وكمان بتبين الجبنة اذا انت مثلا مش معصرها كويس هتصير تطلع لك من الجوانب ومن الخروم. فعشان هيك ميزة العجينة انه ما كترناش سكر فيها، علشان شايفين اللون ما احلى بيبقى. بعدين اللون اللي بالجبنة حيكون لونها اصفر فاتح، اما اللي بالمكسرات حيبقى لونها شوي غامق. شايفين هنقلب من قلبتهم لون كتير حلو، مش محمر كتير ولونه كده غامق، لا هذا اللون المطلوب. هلقيته راح احط على ورق النشاف فورا وهو سخن على القطر. القطر لما يبقى تقيل بيخلي القطايف يقرش قرش ولونه حلو. شايفين ما احلى اللون هان طلع. وهان العصافير حطيت عليهم عسل. شوفوا كيف الجبنة، شوفوا كيف العجينة من جوا، كيف من برا بيقرش ومن جوا طري. وهلأ بنقدر نشرب القهوة مع أطيب أزكى قطايف من عماير البيت. إذا عجبكم الفيديو تنسوا تدوسوا لايك وتفعلوا الاشتراك.